ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. اليوم رح نعمل وصفة العصير الأخضر. يمكن كتير في ناس منكم بيسمعوا عن الديتوكسينج أو أصلا بيمشوا على الديتوكس دايت أو بيسمعوا عن العصير الأخضر وما بيعرفوا هو من إيش متكون. إحنا اليوم رح نعمل لكم هاي الوصفة الكتير سهلة وسريعة. بس بالأول بحب أحكي لكم إنه نظام الديتوكس أو العصير الأخضر إحنا بنتبعه بس بوجبة واحدة. ففي كتير ناس ممكن إنهم هم بيعملوا ديتوكسينج على كل اليوم أو أيام متتالية أو أسابيع، وهذا كتير غلط لأنه إحنا لازم نأخذ من كل المجموعات الغذائية ويكون غذائنا متوازن ووجباتنا متوازنة. هاي العصير اللي إحنا عم نعمله اليوم، الحلو فيه إنه إحنا بنقدر نضيف له كتير مكونات يمكن إحنا ما نكون نستسيغها أو نحبها عشان نخليه أصلاً غني أكتر وناخده على طريق هذا عن طريق هذا العصير. هلأ مكوناته كتير سهلة وبسيطة. اليوم إحنا رح نستعمل السبانخ، الأفوكادو، الكيوي، رمان، التمر والشيا سيدز، ورح يكون معنا مي وحليب. هلأ إحنا مخيرين إذا نحط حليب أو لبن. إحنا بنضيف اللبن والحليب لحتى نعطيه قيمة غذائية أعلى ونخليه هو أيضا مصدر للبروتين، بس الأساس فيه إنه إحنا نستعمل الخضار الورقية زي السبانخ ما إحنا اليوم مستعملين. إذا بدنا نستعمل مثلا بقدونس أو جرجير كمان بيصير، أي نوع من أنواع الفواكه إحنا ممكن نضيفه ولكن بكميات معقولة. هلأ إحنا الكوب الواحد اليوم اللي رح يطلع معنا رح يعطينا تقريبا 150 سعرة حرارية، فهي مناسبة زي ما قلنا لوجبة عشاء أو حتى وجبة فطور. وكتير حلو إنه إحنا نبلش يومنا بهاي العصائر لأنها بتعطينا انتعاش، بتساعد على إنه جسمنا يكون قوي ونشيط. من المكونات الموجودة كمان معانا اليوم بالعصير هي إضافة بذور الشيا. بذور الشيا هي من البذور الغنية بالأوميغا 3 فاتي أسيدز اللي هي مهمة لوظائف الدماغ ولوظائف القلب كمان، وأيضا هي غنية بمضادات الأكسدة اللي هي بتساعد الجسم على محاربة السرطانات، على محاربة الشيخوخة، وعلى محاربة الكثير من الأمراض. وفي كتير ناس ما بتستسيغها إنها تأخذها مع المي أو مع الحليب، فوجودها بالعصير الأخضر ما رح تحسوا له. هلأ خلينا نبلش بالوصفة. رح نحط هلأ عنا 2 كوب من السبانخ، رح نضيف الرمان، التمر إحنا منضيفه لحتى غير القيمة الغذائية يعطينا الطعم الحلو. إذا إحنا ما عنا تمر ممكن نستبدله بمعلقة كبيرة من العسل. رح أضيف كوب الحليب قليل الدسم، ورح أضيف كمان كوبين من المي، أوكي. هلأ بضل عنا رح نزيد الأفوكادو، رح أحط ربع لأنه نعرف الأفوكادو هو غني بالسعرات الحرارية. هنا ربع الأفوكادو تقريبا حد معلقتين كبار. بدنا نضيف الكيوي حبة من الكيوي، شفتوا يعني هو إحنا حاولنا نحط كل الأشياء الخضراء، ومعلقتين كبار من حبوب الشيا. زي ما شايفين هيك العصير الأخضر عنا صار جاهز. هلأ بدنا نسكبه. هلأ زي ما حكينا كمان هي وجبة ممكن أنها تكون مناسبة للرياضيين ياخدوها بعد التمرين. حتى الريحة كتير زاكية. وهاي وصفة العصير الأخضر حضرنا لكم إياها بطريقة كتير سهلة. زي ما حكينا لكم أنتم ممكن تختاروا المواد الموجودة عندكم بالبيت من الورقيات، أهم إشي يكون الأساس تبعها، تحطوا قد ما بتقدروا من الخضروات اللي هي ما بتكون غنية بالسعرات الحرارية، تزيدوا عليها من الفاكهة ومن البذور المهمة اللي موجودة من عندكم حتى تزيدوا من قيمتها الغذائية. وصحتين وعافية.